يعني في علاقاتنا مع الموردين لابد أن نرى ما هو التأثير المالي لهؤلاء الموردين علينا، وما هي مخاطر التوريد للأصناف التي يقومون بتوريدها لنا. يعني أنا عندي محورين، محور صيني ومحور صيني. الصيني اللي هو اللي تحت ده اللي هو الأفقي، خطورة التوريد يعني إيه؟ الخطورة بتبدأ من نقطة المنشأ أو الأوريجين بوينت عندي، بتبقى له قليلة متدنية ثم تصبح عالية. علاقة طبيعية يعني؟ نعم، خلينا نأجل العلاقة يعني، خلينا نتكلم وصف الوصف النموذج عندنا نشوف العلاقة. ماشي، المحاور رائع جدا. فإمتى مخاطر التوريد تبقى عالية؟ وإمتى تبقى منخفضة؟ نعرفها من خلال وفرة الموردين. يعني كلما زاد عدد الموردين قلت المخاطر، انخفضت مخاطر التوريد. إذا العلاقة أصبحت الآن إيه؟ عكسية وليست طردية. لا، طردية بالنسبة لنا أقصد التأثير المالي قدرة التوريد. جميل. لا، عشان كده أنا عايز زيادة توريد قلة مخاطر. أنا ما بتكلمش عن الموردين دلوقتي. أها. من خلال البيان ده. أها. بنتكلم عن الصين والصادق. ماشي، انت حاجه عوضت بالاثنين مره واحده، صح كده؟ برافو. بس اكيد تمام. دايما حسب لا، انا مش قصدي حاجه. انا قصدي ان ربط العلاقات او ذكر كلمه علاقه دلوقتي بتعمل لخبطه لينا ككل، فبالتالي هنسحب كلمه علاقه مؤقتا خلاص، لكنها مش مؤقتا كمان، احنا مش هنتكلم فيها النهارده. خلينا نثبت المفهوم بتاع النموذج. النموذج مش مبني على علاقه دلوقتي، مبني على شيء ومعناه ايه؟ عدد الموردين بالنسبه لي كل ما كان كتير كل ما كان مخاطر التوريد بتاعته قليله. خلاص كده؟ ايوه. طب الموردين قالوا يبقى مخاطر التوريد عامله ازاي؟ عاليه. عاليه. صح كده سمعت؟ طيب ده بالنسبه للمحور اللي هو الافقي او الصيني. طب الصادق اللي هو ده اللي هو حضرتك بتقول عليه؟